يعني سيادة المستشار، احنا اتكلمنا في عدم القبول ورفض الدعوة وشطب الدعوة، يعني اكيد في اجراءات تانية واجب ان تتخذ عند رفع الدعوة القضائية، خصوصا حضرتك قلت لي انه لازم في خطوات معينة علشان الواحد يضمن انه الدعوة في الطريق الصحيح. بس ناخد الأستاذة نرمين الأول ونكمل يا فندم. الأستاذة نرمين مساء الخير. ألو اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. هو أنا عايز أسأل سيادة المستشار، فين القانون من محامي عليه إيصال أمانة مش موجود في أي مكان، وأي حد يعني بيروح يسلمه دعوة أو أي حاجة بيعرف يتهرب أو ما بيستلمهاش، وعدت الوقت بتاع الإيصال الأمانة. طب أنا كده يعني فلوسي ضاعت عليا ولا إيه؟ حضرتك كنت رفعت دعوة خيانة ائتمان يا فندم؟ أيوه أستاذ. رفعت دعوة. رفعت دعوة. نعم. أخدت حكم؟ أيوه أخد حكم. وحكم نهائي؟ تمام ماشي. بس هو مش متواجد في أي يعني مكتبه مش موجود في بيته مش موجود، وعليه على فكرة أحكام تانية، بس أنا مش عارفة يعني معقولة كل المدة دي هو قاعد ولا بيطلع؟ يعني اكيد لما بيجي يطلع بطاقه ما بيهتموش عشان هو محامي. تمام. ان هو عليه تحت امر حضرتك. ايه الموقف هنا يا فندم؟ وده وقع بتتكرر برضو، اللي هو بيغير محل اقامته بصفه مستمره. هنا الجنحه، هو بيغير ليه محل اقامته؟ الجنحه بتسقط بمضي 3 سنين، علشان كده بيتهرب من العنوان لعنوان. والعقوبه بتاعتها بتسقط ب5 سنوات. هو في خلال الفترة ده هي لغاية ما تعدي 3 سنين يجوا بعد كده هو يقولوا في جنحة، يقول لهم انقضاء الدعوة الجنائية بالتقادم. هي الدعوة الحكم الجنحة 3 سنين، الجنحة 3 سنين، العقوبة تسقط ب5 سنين. طيب أنا دلوقتي سقطت، صدر لصالحي حكم في جنحة إصدار إيصال إمانة، في فرق غيابي. طيب الغيابي ده إيه الموقف؟ غيابي يسقط ب3 سنين. لكن أنا لو كانت حضوري في الحالة دي، أنا كنت حضرت الجلسة كمتهم، في الحالة دي بتسقط ب5 سنين. بخمس سنين سقوط العقوبة. طيب سقوط العقوبة غير سقوط العقوبة يا فندم بيفقد بيضيع حقي أنا في إيصال الأمانة؟ لا ما فقدش الحق، يتحول مدني بقى. أنا باخد الحكم من المحكمة اللي بيقول بموجب إيصال أو موجب شيك أو خلافه، وأنا مدعي مدنيا أوريدي قدام المحكمة بتعويض مدني مؤقت، وارفع امام المحكمه المدنيه برد المبلغ والتعويض. يعني اقرن القضيه بطلبين، رد المبلغ قيمه الشيك او ايصال الامانه، والتعويض عن الاضرار الادبيه والماديه التي اصابتني من جراء هذا الفعل. تمام. معنا الاستاذه عزه، مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. من فضلك، احنا عندنا ايجار شقه، ايجار قديم. ايوه يا فندم. الاب توفي، هما عيله مكونه من اب وام واربع بنات وثلاث صبيان. ايوه يا فندم. الاب توفي في 73. ايوه يا فندم. واللي هما مأجرين من 69. الولد الكبير هاجر في 77. تمام. وبعدين في بنتين اتجوزوا ومشوا. ايوه فهمت. وفي بنت الصغيره خالص اتجوزت في احدى المحافظات، وبعدين جوزها توفى وجت اتجوزت واحد تاني وساكنه قريب مننا. تمام. البنت الرابعه اتجوزت في 97 وهاجرت. أيوة. والام هاجرت في 94. ايوه. جه الابن الكبير اللي سافر في 77 جاي حط ايده على الشقه وكتب اسمه وغير العدادات باسمه. ما كانش موجود وقت الوفاه يا فندم؟ ما كانش متجوز. ما هو هاجر بعد ما ابوه توفى. هاجر بعد وفاه الوالد. يعني كان مقيم مع موجودة. الوالد كان مقيم مع الوالد قبل الوفاه. كان كلهم مقيمين، ما هم كلهم مش متجوزين. تمام.
تمام. بعد كده كل واحد اتجوز، يعني البنتين هاجروا وجوزوا برا، وهو هاجر في 77 يعني كل واحد والبنت دي اللي هي الصغيرة خالص اتجوزت وراحت في بني سويف، دي تمام. متجوزة بقالها 40 سنة أو 45 سنة. تمام، سؤالي كيف أنا؟ والبنت الرابعة اتجوزت في 97 وهاجرت. طيب الابن هو اللي رجع أستاذ عزة؟ ما رجعش، هو بيجي كده زيارة تمام كل 3 سنين كل سنتين. حضرتك يعني بتقرري له إيصال يا فندم؟ ما هما البنت الموجودة هنا بتقول الشقة من حقها وبتدفع الإيجار. حضرتك بتستلم الإيصال منها؟ باخد منها إيجار، هل من حقها الشقة؟ وهي كانت مقيمة البنت. طيب سيادة المستشار بيسأل حضرتك يا فندم، البنت دي كانت يعني مقيمة مع والدها حتى الوفاة؟ لا، الأول باباها توفى وبعدين هي اتجوزت. أيوة يعني كانت مقيمة معايا أستاذ عزة، بس يعني كلهم كانوا مقيمين صحيح، بس كلهم اتجوزوا بعد كده. أصل العبرة يا فندم يعني زي ما هيقول سيادة المستشار اللي هو هل مقيمين ولا لا، فحضرتك وضح الكلام ده لسيادة المستشار. يعني مقيمين يعني هو توفى، هم أجروا 69 وهو توفى 73 وهم اتجوزوا بعد كده. بعد كده يعني كانوا مقيمين. كانوا مقيمين وبعدين كل واحد اتجوز، يعني آخر واحدة دي متجوزة بقالها 45 سنة. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا. وعايزين نوضح برضو الامتداد القانوني امتى بيحصل. مادة 29 من قانون 49 سنة 77 نصت على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى في العين الزوجة الوالدين الأولاد، ثلاثة دول قصرهم فقط، وقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية اللي هي الأنسباء والأصهار وخلافه إلى الدرجة الثالثة. يعني شرط أساسي علشان يمتد للولاد أن يكونوا مقيمين قبل الوفاة، وقالت أن يكونوا مقيمين حتى الوفاة. جت محكمة النقض وقالت إيه؟ قالت الإقامة المستقر الهادئة التي لا يعول على مسكن آخر سواه ويتخذ هذا المسكن مسكنا لمغداه ومرحاه وإقامته الفعلية. تمام. هنا الأولاد كانوا مقيمين مع والدهم حتى الوفاة. صحيح. فأصبحوا مستأجرين أصليين بامتداد عقد الإيجار ليهم بعد الوفاة. محكمة النقض قالت إيه؟ لا عبرة بإني بعد الوفاة إن هم تركوا المنزل، العبرة قبل الوفاة، يعني ما يكونش ترك المنزل قبل الوفاة، يعني أنا قبل الوفاة ترك المنزل وظل المستأجر الأصلي وحده هو وزوجته وتوفوا هما الاثنين وهو خارج المنزل. تمام. في الحالة دي أرفع دعوة انتهاء عقد الإيجار. يعني الولاد لو رجعوا ينتهي عقد الإيجار، لكن أنا دلوقتي هم كانوا مقيمين إقامة دائمة. صحيح. حتى الوفاة وتزوجوا بعد الوفاة، يعني تزوجوا بعد الوفاة واستقلوا بمنزل آخر. قالت محكمة النقض لا عبرة بهذا، العبرة بالإقامة وقت الوفاة، كانوا مستمرين في الإقامة حتى الوفاة. تمام. الأستاذة سميرة مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضلي يا فندم. أنا عندي شقة إيجار قديم، أنا مالقانة صاحبة الملك. أيوة. وبعدين من تقريبا من 93 ساكن خدها، وبعد ما خدها اتجوز فيها، وبعدين بشوية وقع السقف، كسر البانيو ووقع السقف، بنكلمه قال أنا مش هصلح ده، وهي قالت ولاد أخته اللي صلحه، ودخلت المية عند الجيران وما صلحش، جبت خديد وعملت حي واسم وقال انا صلحت، وديتها دلوقتي في بتاع النقض عملت استئناف، وبعدين قال انا صلحت برضه خد 100 و151 مصاريف، قال انا صلحت وديناها في النقض دلوقتي، جه تاني كسر الماسوره بتاعت الميه اللي نازله من المنور وداخله عنده، وبعدين بعد اسبوع راح جايب لي الحي وراح كسر تاني ال بتاع ماسوره المطبخ. بقى الاثنين الحي جه عاين، انا رحت جبتهم قلت لهم ده كسر تاني الماسوره بتاعه المطبخ ونازله وغرق الدنيا
والازاز اتكسر والسيراميك اتكسر في الدور الارضي، وقعت بلاطه عليا كنت هموت تحتيها، والدنيا اتدغدغت. قالوا مستنيين لجنه للمباني القايله بالصوت. حاضر يا فندم. طيب يعني حضرتك لجأتي للحي، هل عملتي محضر يعني يا فندم في الاسم ولا حاجه؟ عملت من 2014 ولا باخد ايجار ولا باخد ميه. حاضر يا فندم، شكرا لحضرتك. ايه الموقف هنا يا فندم؟ هو فينا ترفع دعوه اتلاف، دعوه اتلاف وتعويض بناء على المحاضر دي. والمحكمه بتنزل خبير وبيعاين برضه ومعاها المستندات الداله على ذلك، والمحكمه بتحكم عليه بقيمة الإتلاف ده والتعويض عن الأضرار اللي أصابتهم من جراء ذلك. يعني أستاذ سمير زي ما بيقول سيادة المستشار لا تكتفي بمحضر واللجوء للحي، في خطوات أهم. وإذا كان هي قامت بالإصلاحات دي بتقدم الفواتير الدالة على التكلفة برضو في القضية علشان تحكم لها بيها. تمام. الأستاذ عادل، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل يا فندم. اكلم؟ اتفضل، حضرتك معانا على الهواء، اتفضل يا فندم. انا عندي شقه، كان واحد سكن. الصوت بيقطع يا استاذ عادل، نقف في حته فيها شبكه كويسه بعد اذنك. عندي شقه، واحد متجوز، واحد غالي سكن. طب ممكن تعاود الاتصال مره ثانيه يا استاذ عادل، لانه الصوت بيقطع مش واضح خالص. الصوت هو بتعب بس نجيبه. طب اتفضل. عندي شقة واحد واخدها سكن. يعني أنت مالك يا فندم؟ حضرتك مالك؟ وارث. أيوه. وبعدين جيت سنة 96 في شهر 11/96 قال لك نغطي المسقط إلى سكن بابي. يا أستاذ عادل الكلام مش واضح خالص يا فندم. قال لك نغطي المسقط من سكن خاص إلى نشاط تجاري. يعني عاوز يحول من سكني لنشاط تجاري؟ وحولت، عملت له عقد. حضرتك عملت له عقد يعني؟ ايوه. تمام. وبعدين جه من 96 لغايه النهارده ما دفعش ايجار، فانا عندي رفعت عليه قضيه. رفعت قضيه. تمام. فلما رفعت قضيه كتبتها في اول جوله. تمام، في اول جلسه. تاني جوله هو استأنف. تمام. هو كسبها في ثاني جولة. أيوة فهم. فرفعت نقض. تمام. إيه الموقف؟ فهو دلوقتي رفع علي قضية دلوقتي إن يخلي الشقة ب 5 جنيه زي الأولانية. زي السكن. يعني أستاذ عادل عشان نمشي معاك خطوة خطوة، وسيادة المستشار يرد على حضرتك. حضرتك في أول درجة كسبتها. في الاستئناف الخصم هو اللي كسب. في النقد. كان درجة كسب هو. في النقد إيه الموقف؟ النقد لسه النقد ما حصلش. ما حصلش. طيب سؤالك ايه؟ بس هو دلوقتي رفع علي قضيه ان يخلي الشقه ب 5 جنيه زي السكن. ممكن؟ يعني هو عاوز يحول لسكن تاني. لا، عايز يخلي الشقه ايجارها ب 5 جنيه. مش حضرتك عملت له عقد جديد يا فندم؟ ب 90 جنيه. عملت له عقد جديد في 96؟ ايوه ب 90 جنيه. طيب مش سحبت منه العقد القديم يا فندم؟ لا ما سحبتش دي بقى. يعني انت اصدرت عقدين، عقد قديم ومعاه العقد الجديد. عقد سكن خاص وعقد وصفه ملابس جاهزه. تمام. عقد سكن خاص الاول وكان العقد وصفه ملابس جاهزه. حاضر يا فندم، حاضر، بنشكر حضرتك، كتر خير. اتفضل يا فندم. هو طبعا عدم سداد القيمه الايجاريه ترتب عليها الاخلاء. لكن هو خد إخلة في الأول. في أول درجة. أول درجة هو استأنف وسدد القيمة الإيجارية. لكن إذا كان طبقا للعقد القديم الإجراء ده هو معاه عقدين. إيه الموقف هنا؟ ينفع الكلام ده؟ لا، هو حرر عقد تاني على أساس إن دوكا سكني وده عمل تجاري. لكن المادة 24 من قانون 49/77 قالت لا يجوز إصدار عقدين إيجار. والعقد الثاني يبطل، بس إذا كان عن إيه نفس الموضوع، يعني واحدة سكنية دلوقتي عمل تجاري. فيعتبر إن هو ده نفس الوحدة السكنية، نفس الوحدة، نفس الوحدة، بس اتغير النشاط هنا هو من سكني إلى تجاري.
فيجوز هنا في الحالة ده هي. لكن إن الوضع كالآتي، إنه هو هل هو طبق القانون الاستثنائية القديمة ولا طبقا للقانون 4 لسنة 96؟ هو بيقول 96. لو طبقا للقانون الجديد، أنا لو تأخرت اللي هو 4 لسنة 96، لو تأخرت أسبوع عن الشهر الأول عدم سداد، الطرد وجوبي. تمام. ده لو العقد شريعة المتعاقدين. أيوة. اللي هو وفقا للقانون الجديد. لو القانون الاستثنائي، القانون الاستثنائي من حقي أسدد حتى إقفال باب المرافعة، سواء في أول درجة أو الاستئناف. تمام. وهو ده اللي عمله، ظهر طبقا للقانون الاستثنائي اللي هو قانون 49 سنة 77، وقانون 136 لسنة 81. تمام. سيادة المستشار، إذن نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الشروط الشكلية والإجرائية لرفع الدعوة القضائية. أعزائي المشاهدين، فاصل، نتواصل مع حضرتك.